السفر تاعي كان فرح كبير يعني بزاف، كنت فرحان بزاف. واش كان حاب تكون كي تكبر؟ حاب نكون مخترع. علاش خيرت هذا المجال؟ علاش خيرت الاختراع؟ حاب نكون مخترع هكذا اختراع، انا نشتي الاختراعات، حاب نكون مخترع. كيفاش بديت تهتم بهذا المجال؟ شحال كان في عمرك؟ 6 هكذاك. ها شكلهم شجعك بزاف؟ ماماك باباك الاستاذات تاعك شكلهم شجعك بزاف باش تكمل في هذا المجال؟ والدي و الاستاذات ما كسبوا عبقاي. ان شاء الله نشوفوك المديره ان شاء الله مختاره. تشرفنا. شكرا ربي. طبعا هذه مبادره يعني جد رائعه اللي راح تخلي الاطفال يتحفزوا اكثر ويتشجعوا اكثر باش يقدموا اكثر ما عندهم من ابداعات ومن تتويجات ان شاء الله في المستقبل. هدفنا دائما ان شاء الله رفع الرايه الجزائريه عاليا في كل المحافل الدوليه والعالميه. الحمد لله السنه رانا حققنا نتائج رائعه في الحساب الذهني، عندنا بطله عالميه رحله السجود، والان راه مجد عربي راه كذلك شرفنا بالمرتبه الاولى في صف مبتدئين في البطوله العربية للروبوت الروبوت والذكاء الاصطناعي المقامة بالكويت من مركز صباح الأحمد بشراكة مع الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي. يعني نتائج رائعة للأطفال ومبادرة جد روعة، مشكورين عليها جميع القائمين على هذه المبادرة الجميلة.